بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي الأعزاء، النهاردة هتكون محاضرتنا على عنوان كيفية معالجة قضايا الإتجار في المواد المخدرة أمام محكمة الجنايات. يعني إذا اتعرض على زملائنا الشباب قضية إتجار في المواد المخدرة، كيف يعالج القضية من البداية، كيفية القراءة وكيفية إخراج الدفاع والدفوع وكيفية المرافعة أمام محكمة الجنايات. أنا اخترت النهاردة معالجة قضايا المخدرات أمام محكمة الجنايات لأنها هي كثير من القضايا هي اللي بتتعرض دلوقتي، يعني لكن بالنسبة لقضايا القتل بيبقى أهلية المتهمين بيختاروا أساتذة من اللي عندهم خبرة وإنهم كبار في السن وكبار في الخبرة. أما قضايا المخدرات دلوقتي بتتعرض كتير وزملائنا الشباب بيتصدروا ليها، فإحنا اخترنا النهاردة تكون المحاضرة عن معالجة قضايا الإتجار في المواد المخدرة أمام محكمة الجنايات. إحنا قلنا الأول في محاضرات سابقة، قلنا يعني قراءة ملف القضية، لما بيجي لك القضية كيف تقرأ القضية؟ الواقع العملي اتعلمنا منه ان تقرا ملف القضيه بحسب التسلسل التاريخي للاحداث. يعني القضيه عندنا اول ورقه بتحرر في القضيه هي ورقه اسمها محضر التحريات. لما يجي ضابط المباحث الذي له الحق وحده في كتابه تحريات المباحث، حضراتكم أول ما يبدأ يعمل قضية جناية بيعمل محضر اسمه محضر التحريات، فدي أول ورقة في بتحرر في القضية. يعني لو افترضنا أن أحد المصادر السرية وأحد المرشدين بلغوا أن فلان الفلاني يتاجر في المواد المخدرة وأنه بيتخذ من شخصه ومسكنه مكان للإتجار في المواد المخدرة وبأنه يحوز كمية كبيرة من المواد المخدرة، وبلغوا هذا البلاغ، فالضابط المباحث هنا ما بيكتفيش بهذا البلاغ، بيجري التحريات بتاعته عشان يقدر تبقى الإجراءات قانونية، أنه بيتأكد من البلاغ اللي وصله ده هل هو بلاغ صحيح ولا بلاغ كاذب ولا بلاغ غير حقيقي. التحريات بتاعته دي يعني بيبدأ يراقب المبلغ عنه ده، يبدأ يراقبه مراقبة شخصية، يبدأ انه ينزل المنطقة ويسأل من الجيران، دي كلها تحريات، ويقول لك ان احنا تأكدت تحرياتنا بأن فلان الفلاني يتاجر في المواد المخدرة وبأنه يحوز حاليا كمية من المواد المخدرة في شخصه وفي مسكنه وبيجعل من مسكنه مكانا لمقابلة عملائه. وبأدي ورقة اللي هي أول ورقة. لو افترضنا أن الورقة دي بيكتبها أو المحضر ده بيكتبه الساعة 10 صباح يوم 1/8/2020، يبقى الساعة 10 صباحا دي بتبقى أول ورقة. بياخد الورقة دي وبيعرضها على السيد وكيل النيابة المختص وبيقول له أن أحد مصادر السرية بلغني بأن فلان الفلاني يتاجر في المواد المخدرة وبأنه يحوز حاليا كمية من المواد المخدرة في مسكنه وفي شخصه، وعليه أن أنا يعني بطلب الإذن من حضراتكم، الإذن بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه وضبط ما يحوز من مواد مخدرة. هنا السيد وكيل النيابة بيديله الإذن، فبيبقى إذن النيابة العامة، يبقى إذن النيابة العامة بيبقى إجراء لاحق على محضر التحريات. وحنفترض إن الإذن صدر الساعة 12 يوم 1/8
2020، يبقى دي تاني ورقة بتبقى موجودة في ملف الجناية. تالت ورقة هو إيه بقى؟ هو إنه بيبدأ ينفذ الإذن بتاع النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه. يعني لو افترضنا أن الإذن صدر الساعة 12 الظهر يوم 1/8/2008، السيد وكيل النيابة بيقول نأذن للمقدم فلان الفلاني بتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه فلان الفلاني القائم في العقار رقم كذا، في الدور رقم كذا، في الشقة رقم 12 على يمين السلم، وعلى أن ينفذ الإذن لمدة 3 أيام من ساعة وتاريخ الإذن على أن يحرر محضر بالإجراءات. دي تاني ورقة اللي هي إذن النيابة العامة، وبيقوم الضابط بياخد الإذن، يبقى الضابط معاه ورقتين، محضر التحريات الساعة 10 الصبح ومحضر وإذن النيابة العامة الساعة 12 الظهر، بيقوم تنفيذا لهذا الإذن. هو عنده، هو خد الإذن لمدة 3 أيام، بينفذ الإذن خلال المدة دي كلها، لكن الإذن ممكن ياخده الساعة 12 الظهر، ينفذه الساعة 12 الظهر. تنفيذ الإذن هو محضر الضبط. يعني هنفترض أنه قام الساعة 6 بالليل من نفس اليوم 1/8/2020 ونفذ الإذن وخبط على باب مسكن المتحري عنه وفتح له المأذون بتفتيشه، فعرفه بشخصيته وفهمه مأموريته وأن بيده إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المأذون بضبط وتفتيشه، وسمح له بالدخول، ولما دخل فتش وضبط المخدرات عنده. أدي حضراتكم، أدي الورقة الثالثة اللي هي محضر الضبط. بعد كده الضابط بياخد محضر التحريات وبياخد إذن النيابة العامة ومحضر الضبط وبياخد والمتهم المقبوض عليه، وبياخد الثلاث ورقات دول وبيروح للسيد وكيل النيابة المحقق اللي هو بيبدأ يحقق في الجريمة. بيسأل بقى المتهم، وبعدين يسأل شهود الإثبات، وبعدين شهود النفي، وبعدين المادة المضبوطة اللي هي المواد المضبوطة دي بيبعتها المعمل الجنائي على أساس إن لو هي مخدر بيجي تقرير إن هي المخدرات أو إن هي مش مخدرات. فهي لو مخدرات بيكتب قرار اتهام وبيحيل الأوراق إلى المحامي العام اللي هو له الحق في إحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات. وهنا السيد المحامي العام بيعمل أمر إحالة وبيحيل الأوراق إلى محكمة الجنايات ويتحدد جلسة للمتهم. فهنا حضراتكم لما أنا بقول كيف تقرأ ملف الجناية، يجب أن تقرأ ملف الجناية بحسب التسلسل التاريخي للأحداث. طيب أول حدث هو إيه؟ هو محضر التحريات الساعة 10 صباح يوم 1/8/2020. بعض زملائنا بيبدأوا القراءة من تحقيقات النيابة، يقول ما هو أصلا وكيل النيابة بيعيد إثبات محضر التحريات وبعدين إذن النيابة وبتاعه. فأنا أرى من تحقيقات النيابة على طول. الكلام ده غير صحيح. الواقع العملي اللي احنا تعرضنا ليه في القضايا من زمان، إن لابد أن تبدأ قراءة ملف القضية بحسب التسلسل التاريخ الأحداث. يعني تبدأ قراءة محضر التحريات أول حاجة. في المحافظات، بعض المحافظات وهي بحري، يعني بيبقى في طنطا وفي الشرقية وفي الغربية، بيبدأوا ساعات بالملف الجناية بيبدأوا بمحضر الضبط. فلكن وهنا برضو لو بدأوا بمحضر الضبط انت برضو بتدور على محضر التحريات، لان هي اول ورقة بتتحرر في القضية ديت. لو لقيت ان محضر الضبط بيبدأوا الاول، انت تشوف محضر التحريات، وبعد محضر التحريات تدور على اذن النيابة العامة ثم محضر الضبط، وهكذا تحقيقات النيابة وما جرى فيها
من سؤال شهود الإثبات والنفي والتقرير المعمل الجنائي وقرار الاتهام وأمر الإحالة، وهو ده التسلسل التاريخي للأحداث. حضراتكم هنا دايما أنا بأثبت أمور معينة عشان زملائنا الشباب، وهي لكل قضية دفاع معين. يعني في قضايا الإتجار في المواد المخدرة لها دفاع معين، والدفاع اللي أنا بقوله في قضايا المخدرات، في قضايا القتل العمد ما أقولش نفس الدفاع، لا، في قضايا القتل العمد ليها دفاع آخر، في قضايا الرشوة ليها قضاء، ليها دفاع محدد ليها، وكذلك قضايا الاختلاس، وكل قضية جناية ليها دفاع محدد ما بخرجش عنه. وعشان كده احنا بنجنب زملائنا الشباب ان القاضي ما يلفتش نظر الأستاذ المحامي ويقول له خليك في القضية يا أستاذ، لو لا أخرج بحديثه أو بدفاعه عن النطاق المحدد أو عن الدفاع المحدد للقضية. ولذلك أنا بقول إن لكل قضية دفاع محدد، فالدفاع الواجب في قضايا الإتجار المخدرات هي الآتي: بطلان القبض والتفتيش، لبطلان صدور إذن النيابة العامة، لعدم جدية التحريات، ولعدم وجود قضية وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن. 2، الدفع ببطلان القبض والتفتيش، لبطلان إذن النيابة العامة. ليه؟ لصدوره بغير الطريقة الذي رسمه القانون لانتفاء حالة الضرورة أو حالة الاستعجال. 2، لصدور الإذن من غير مختص. 3، لوقوع القبض والتفتيش خارج النطاق الزمني للإذن. 3، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش. 4، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم معقولية تصور الواقع ولوقوع القبض قبل إصدار إذن النيابة العامة ولشيوع الاتهام. 5، وأخيرا، الدفع بحق المتهم في الإعفاء من العقاب للإبلاغ عن الجريمة وفقا لنص المادة 48 من قانون المخدرات. آدي الدفاع الواجب في قضايا الإتجار في المخدرات. أي قضية إتجار مخدرات ما بتخرجش عن الدفوع دي، ممكن تزيد وممكن تقل دفع أو تزيد دفع، لكن هو ده الدفاع الواجب في قضايا الإتجار في المواد المخدرة. زملائي الأعزاء، الدفع اللي هو بطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات. اللي بيحكم التحريات هي المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي المادة دي بتقول: يقوم مأمور الضبطية القضائية بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، فيقوم مأمور الضبط بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة. وبتظل هذه الصلاحية اللي هو البحث عن الجرائم ومرتكبيها تظل بيهم حتى لو بدأت النيابة العامة في التحقيق. يعني لو بدأت النيابة العامة في تحقيق القضية، هو من حقه انه برضو يجري التحريات. وعشان كده ساعات بيبقى النيابة العامة لما بتجري التحقيقات بتجد انها هي محتاجة الى تحريات تكميلية، بتبعت لضابط المباحث جواب بتقول له احنا محتاجين تحريات تكميلية عن القضية لان التحريات الاولانية لم تكفي للتحقيق في هذه القضية. وبيبقى شغال المحقق في التحقيقات، والسيد
ضابط المباحث يبدأ يعمل تحريات أخرى. إذن مكنة أو صلاحية ضابط المباحث في التحريات بتفضل مستمرة حتى بعد إجراء تحقيقات النيابة العامة. حضراتكم التحريات اللي بيعملها ضابط المباحث أول حاجة يجب أن تكون متعلقة بالقضية نفسها. الأمر الثاني يجب أن يتخذ أمور مشروعة، لكن من أنه ما مش من ضمن المراقبات أنه يعني يجي في ثقوب الأبواب المساكن ويبص من ثقوب المفاتيح مكان المفاتيح ويبص، أو يطلع على السور ويبص على جوه البيت في إيه، لأن دي بتبقى أمور منافية للأداب ولحرمة المساكن. وعشان كده لابد أن يتخذ ضابط المباحث في إجراء التحريات أن يتخذ الإجراءات المشروعة. الأمر الثالث أنه ما يحرضش على ارتكاب الجرائم، يعني ما يحرضش، أو أنه يتخذ من أساليب الخداع والتحريض والغش علشان يوصل للجريمة ديت. لا، لازم كل إجراءات، لأنه لو اتخذ من أساليب التحريض أو الغش أو الخداع أي إجراءات بتترتب على هذه الأمور الغير مشروعة بطلان كافة الإجراءات اللي بتترتب عليها تطبيقا لنص المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية. حضراتكم الأمر الآخر اللي هو بطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور إذن النيابة العامة. وأنا بقول لزملائي الأعزاء إذن النيابة العامة له بطلانين، والكلام اللي أنا بقوله ده مش موجود في الكتب الحديثة، بتلاقوها لو حد محتفظ بكتب قديمة هيلاقي الأمور دي اللي هو الفقه الجنائي المتعمق، أما الكتب الحديثة الجنائية مش ما بتبقاش بتبحث في الأمور دي، وما بنلاقيش الأمور دي إلا في الكتب اللي هي من قبل 30 سنة. حضراتكم هنا إذن النيابة العامة وهو أخطر ورقة في أوراق الجناية. إذن النيابة، إذا تمكنت من إذن النيابة العامة تمكنت من القضية من الأول للآخر. بطلان القبض، هنا بطلان القبض لبطلان صدور إذن النيابة العامة، هنا بطلانين، بطلان الصدور وبطلان إذن النيابة العامة. بطلان الصدور اللي هو إيه؟ بطلان صدور إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات ولعدم وجود جريمة قد وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن. يبقى هنا السيد وكيل النيابة قبل أن يصدر إذن بالضبط والتفتيش أو بالتصوير أو بالمعاينة لابد هو معروض عليه محضر التحريات اللي هو ضابط المباحث بيعرضه عليه، فيجب أن يتحقق من توافر شرطي الإصدار. إيه شرطي الإصدار؟ أول حاجة يجب أن تكون هناك تحريات جدية سابقة على صدور الإذن. الأمر الثاني يجب أن تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل جناية أو جنح تبرر صدور الإذن. ليه؟ لأنه لا يجوز أن يصدر إذن النيابة العامة لضبط جريمة ستقع في المستقبل حتى ولو تحقق وقوعها. زي إيه؟ زي كان عندي قضية كانت معروضة عليا وضابط المباحث استصدر إذن من النيابة العامة. إزاي؟ قال له أنه اتصل بي أحد مرشدين السريين وأبلغني أن فلان الفلاني يتاجر في المواد المخدرة وأنه على موعد الساعة 6 مساء لتسلم كمية من المواد المخدرة ستصل إليه من أحد تجار الجملة الساعة 6 مساء. الكلام ده كان الساعة كام في محضر التحريات؟ الساعة 10 الصبح، واستصدر إذن الساعة 12 الظهر. فالضابط خد الإذن والسيد وكيل النيابة أصدر الإذن نازل للسيد المقدم فلان الفلاني بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه وضبطه وضبط ما سيحوزه الساعة 6 مساء يوم هنفترض مثلا 1/8/2020 الساعة 6 مساء. الكلام ده غلط، لأني
لابد أن يصدر إذن النيابة العامة لضبط جريمة وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن، ولكن لا يجوز أن يصدر السيد المحقق إذن من النيابة العامة لضبط جريمة ستقع في المستقبل حتى ولو تحقق وقوعها. ليه؟ لأن إذن النيابة العامة سيف مسلط على رقاب العباد، فلابد أنه يصدر من شرط صدور الإذن أن يسبقه تحريات جدية وأن تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل. أدي البطلان الأولاني اللي هو بطلان صدور إذن النيابة العامة. الأمر الثاني، في بطلان آخر هو بطلان إذن النيابة العامة ذاته. وعشان كده أنا بقول لزملائي الأعزاء، أنت إذا نظرت لإذن النيابة العامة أول ما تتعرض عليك القضية هتعرف إن إذن النيابة العامة باطل ولا صدر صحيح. وعشان تعرف إنه باطل أو صحيح لابد إنك تعرف شروط أو أركان إذن النيابة العامة. إذن النيابة العامة له أركان محددة وهي الآتي: واحد، الركن الأولاني يجب أن يكون إذن النيابة العامة مدونا بالكتابة أصل عام، ولكن يجوز أن يصدر إذن النيابة العامة شفهيا أو برقيا. إزاي الكلام ده؟ يبقى الأصل إذن النيابة العامة يجب أن يكون مدونا بالكتابة أصل عام. طيب واستثناء؟ استثناء إن يجوز أن يصدر إذن النيابة العامة شفهيا أو برقيا. وأنا أفتكر كان في قضية معروضة علي في أسيوط، محكمة جنايات أسيوط، وكان محكمة جنايات أسيوط بيتبعها الوادي الجديد، وكان في الوادي الجديد مركز اسمه مركز الخارجة، وبيتبعه قرية إحدى قرى اللي هي في بطن الجبل. والقرية ديت الضابط عمل محضر تحريات وقال انه اتصل بي احد مصادر السرية وابلغني بان فلان الفلاني يحوز حاليا كمية من المشغولات الذهبية القديمة وتابوت فرعوني قديم، وانه على موعد بعد ساعتين لتسليمه لاحد التجار، وعليه ساتوجه للسيد وكيل النيابة لإصدار إذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه. الراجل ده كان في إحدى القرى، وعشان يروح ياخد إذن من النيابة العامة من مركز الخارجة هيروح في 3 ساعات ويرجع في 3 ساعات، لكن هو كتب في محضر تحرياته إن هو على موعد بعد ساعتين لتسليم التابوت والمشغولات الذهبية بعد ساعتين للتاجر اللي جاي يستر. طيب وبعدين؟ هنا الشراح قالوا لو التزمنا بنص القانون وبالقواعد العامة اللي هو يجب أن يكون إذن النيابة العامة مدونا بالكتابة، طب ما هو عشان ياخد الإذن أن يكون مدون بالكتابة هيروح في 3 ساعات ويرجع في 3 ساعات، هيكون الرجل سلم المشغولات الذهبية القديمة والتابوت الفرعوني وحيجي هياخد الإذن. طيب يعمل ايه في الكلام ده؟ الشراح هنا تدخلوا قالوا ايه، يجوز ان يصدر اذن النيابة العامة شفهيا في بس بشرط في حالة الضرورة او الاستعجال، يعني لابد ان يتوفر في القضية حالة ضرورة، هنا زي عندنا هنا انه هيسلم بعد ساعتين المشغولات الذهبية والتابوت. هنا حضراتكم يبقى دي حالة ضرورة متوفرة. طيب هو راح عامل ايه؟ راح متصل بوكيل النيابة قال له التحريات اتصل بي احد مصادر السرية وابلغني بان فلان الفلاني يحوز حاليا كمية من المشغولات الذهبية في مسكنه وتابوت فرعوني، وانا لما حوصل لحضرتك وحرجع هيكون سلموه. فوكيل النيابة كان صغير في السن، فاتصل بالمحامي العام وقتها في محكمة أسيوط وعرض عليه الموضوع، قال له طب اكتب عندك هنا، اتملى منه محضر التحريات بتاعه تليفونيا، وبعدين لما تتملاه بلغوا الإذن شفهيا برضو عن طريق التليفون.
وقول له وتأذن له واديله المدة اللي هو عاوزها في الإذن، وهنا بس هو يكتب بالإذن لما تبلغه، تخلي الضابط يكتب الإذن في الورق أكن الورق إن أنت اديته له، وأنت تنقل برضه في دفاترك وفي أوراقك التحريات اللي هو يبلغك فيها والإذن اللي أنت بتبلغه. لكن وقد جرى هذا الأمر، السيد وكيل النيابة بعد ما خد خبرة السيد المستشار المحامي العام لجنوب أسيوط، لأن كان الوادي الجديد بيتبع جنوب أسيوط، وخد منه الخبرة بتاعته ده، راح مبلغ للسيد ضابط المباحث، قال له بلغني، قال له مليني إلا محضة التحريات. التاني راح مبلغه، قال له اتصل بي أحد مصادر السيا وأبلغني أن فلان الفلاني يحوز حاليا كمية من المشغولات الذهبية زائد وتابوت فرعوني، وانه على موعد بعد ساعتين لتسليمه لاحد تجار الاثار، واني بنطلب الاذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه. قال له خد بتاع، وراح قال له بالتليفون، قال له مين معايا، قال له انا المقدم فلان الفلاني، قال له خد يا سياده المقدم، نازل للسيد المقدم فلان الفلاني بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه وضبط ما يحوز من مشغولات ذهبيه وتابوت فرعوني على ان ينفذ الاذن. قال له محتاج قد ايه، كام يوم؟ قال له ده هو ورا الاسم على طول. قال له طب خد على ان ينفذ الاذن لمده 3 ايام تبدا من ساعه وتاريخ صدور الاذن على ان يحرر محضر بالاجراءات ويعرض علينا. حضراتكم بقى ضابط المباحث بقى عنده ورقه بتقول محضر تحريات واذن نيابه، والسيد وكيل النيابه معاه تليفونيا، ما خد تليفونيا وكتب محضر تحريات واذن النيابه اللي بلغه للضابط برضه، بقى ده عنده ورقتين وده عنده ورقتين. وهنا السيد ضابط المباحث كان الكلام ده على موصل، وبدا الحديث بينه وبين وكيل النيابه وبين وكيل النيابه والمحامي العام كانت الساعه 12، وبلغوا الاذن بتاع الضبط والتفتيش الساعه 12 الظهر، يعني وليكن 1/8/2020. بدا الاخ الضابط المباحث خد الاذن وراح حطه جنبه وقعد يتغدى بقى، وراح مقيل، وبعدين قام الساعه 6 بالليل وراح هو عنده الاذن 3 ايام ينفذه خلال 3 ايام زي ما هو عايز. وحضراتكم راح رايح الساعة 6 وضبط المشغولات الذهبية والتابوت الساعة 6 مساء. وهنا احنا لما وجدنا هذا الامر حضراتكم قلنا ايه بقى؟ قلنا هنا بطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور اذن النيابة العامة لصدوره بغير الطريقة الذي رسمه القانون. ليه بقى؟ لانتفاء حالة الضرورة وحالة الاستعجال. هنا انت خدت الاذن استثناء من القواعد العامة. القاعدة العامة هي ايه؟ يجب ان يكون الاذن مدونا بالكتابة، يجب وجوبي، ولكن يجوز ان يصدر الاذن شفاهة او برقيا في حالة هي واحدة، هي حالة الضرورة أو حالة الاستعجال. أنت بلغت السيد وكيل النيابة إن في حالة ضرورة وإنه هيسلم المشغولات الذهبية المتهم خلال ساعتين. يعني أنت قلت له، فهو اضطر إنه يبلغ المحامي العام إنه بالكلام ده، قال له لا بلغ شفاهيا، يعني هو إداك استثناء إن الإذن ده شفاهيا أو برقيا. وانت ده اللي عملته ده، انت اللي عملته ده، انت ادخلت الغش على مصدر القرار عشان تستحصل منه، لان انت كسلان. انت كان المفروض انت الساعة 10 الصبح الكلام ده كنت انت رحت في 3 ساعات ورجعت في 3 ساعات وقبضت على الراجل قبل ما يعمل الكلام، لكن انت لا كان في حاجة، لا كان في ضرورة ولا كان في استعجال،
وعشان كده انت استحصلت على اذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش عن طريق الغش وبغير الطريق الذي رسمه القانون لانتفاء حالة الضرورة، لانك انت ما كانش في حالة ضرورة استعجال، بدليل ان انت خدت الكلام ده الساعة 12 الظهر ونفذته الساعة 6 مساء، والساعة 6 مساء كان لسه التابوت موجود ولسه المشغولات الذهبية موجودة، وقضت المحكمة هنا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه لبطلان صدور إذن النيابة العامة لصدوره بغير الطريق الذي رسمه القانون لانتفاء حالة الضرورة وحالة الاستعجال. آدي الركن الأولاني. الركن الثاني، يجب أن يثبت مصدر الإذن اللي هو السيد المحقق، يجب أن يثبت مصدر الإذن، اسمه والتوقيع وتوقيعه والجهة التابع له حتى يتحدد الاختصاص. ليه؟ لأنه لا يجوز أن يصدر المحقق أي إجراءات من إجراءات التحقيق خارج نطاق اختصاصه المكان إلا إذا كان هذا الإجراء مرتبط بتحقيق مفتوح أمامه. يبقى الركن الثاني في إذن النيابة العامة، وأرجو من زملائي الشباب إن هم يركزوا في الأركان اللي أنا بقول عليها دي، لأن الكتب دي قديمة خلاص بقى، لكن اللي محتفظ بكتاب قديم هيلاقي الأركان دي موجودة اللي هي اسمها الفقه الجنائي المتعمق. يبقى الركن الثاني من إذن النيابة العامة هو يجب أن يثبت المحقق اسمه وتوقيعه والجهة التابع لها لأن لتحديد الاختصاص، لأنه لا يجوز أن يصدر المحقق أي إجراء من إجراءات التحقيق خارج نطاق اختصاصه المكاني إلا إذا كان هذا الإجراء مرتبط بتحقيق مفتوح أمامه. إزاي الكلام ده؟ هنا وأنا أتذكر كانت قضية قتل معروضة علينا، وكانت القضية ديت قضية القتل كانت تبع نيابة السيدة زينب، واتقبض على المتهم وكان قتل متهم بقتل واحدة من اللي كانوا بيشتغل لها في البياض في الشقة، أو كان بيشتغل لها في البياض في الشقة وقتلها. ولما بيحقق فتح التحقيق معه السيد المحقق وقال له أنت متهم بالقتل، طيب سلاح الجريمة فين؟ قال له الحقيقة هو سلاح الجريمة دي كانت مطوى قرن غزال، وأنا خبيتها في شقة أختي اللي هي ساكنة في مصر الجديدة. قال له فين في مصر الجديدة؟ اداله العنوان. هنا السيد وكيل النيابة بيصدر الإذن بضبط وتفتيش شقة شقيقة المتهم في القضية الفلانية لضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وهنا صدر الإذن وضبط السلاح. لأن لو إحنا إنه لا يجوز أن يصدر المحقق أي إجراء من أجل التحقيق خارج نطاق اختصاصه المكاني لا يجوز، طيب ما هو طب فين سلاح الجريمة؟ الولد اللي معترف وقال أنا قتلت بمطوة، طب فين المطوة؟ هتبقى قضية مش واقفة صح. فالسيد المحقق لازم يجيب سلاح الجريمة. طب سلاح الجريمة في نطاق نيابة أخرى هي نيابة مصر الجديدة. طيب هنا لو ما كانش فتح التحقيق لا يجوز أن يصدر له إذن بضبط وتفتيش سلاح الجريمة، لا يجوز. لكن هنا كان فتح التحقيقات وسأل المتهم، والمتهم اعترف بارتكابه الجريمة وان سلاح الجريمة كان عبارة عن مطوة قرن غزال، والمطوة دي تخباها في شقيقته في اللي هي بتتبع نيابة مصر الجديدة. وهنا يجوز له خروجا من الأصل العام انه يصدر قرار من اجراء من اجراءات التحقيق خارج نطاق اختصاصه المكان. نطاق اختصاصه المكان اللي هو ايه؟ اللي هو نطاق السيدة زينب والاحياء بتاعت اللي حواليها، الشوارع اللي حواليها. لكن انه يبعت انه يتخذ اجراء في مصر الجديدة او في مدينة نصر او في شبرا او في الساحل لا يجوز له الا اذا
كان هذا الإجراء مرتبط بتحقيق مفتوح أمام، هو فتح التحقيق خلاص والمتهم اعترف وقال إن شاء الله السلاح مخبيه في شقة أخته، وفعلا راحوا ضبطوا السلاح ده. هنا الأمر ده بتبقى قضية حقيقية. وهنا كان في برضو قضية معروض عليها بالعكس بقى، اتقبض على ثلاثة في 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 مركز دمنهور، كانوا معاهم مخدرات وكان معاهم صندوق مخدرات وجايبينه من رشيد، وكانوا قاعدين بيفطروا في الطريق مصر اسكندرية الزراعي. وبعدين مكتب المخدرات قبض عليهم، كانوا ثلاثة، وبيفتش في العربية اللي معاهم، عربية نص نقل، ولقى صندوق خشب وعليه ورق ذرة وتحته تلج، وبعدين التلج تحتيه سمك، وبعدين تحت السمك في 45 كيلو حشيش تحت السمك، وقبض عليهم وراح موديهم للنيابة العامة. والنيابة العامة ما فتحتش، كان شاب صغير في السن ما فتحش التحقيق، وقال لهم أنا هكلمكم بكلام ودي، الحاجات دي بتاعت مين؟ قالوا له والله احنا جزارين وبنشتغل عند المعلم فلان الفلاني، وده في شارع عين شمس، وده في 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 القاهرة، واحنا مدينا 100 جنيه لكل واحد على اساس ان احنا ننقل ده، واحنا ما نعرفش ان في مخدرات في الصندوق ده. هو قالوا هيديكوا صندوق سمك، واحنا ما نعرفش الكلام ده. هو قال له طب عنوانه ايه؟ عنوانه كذا وكل ده، وما فتحش تحقيقات، ده بيتكلم ودي بس. قالوا له هو اسم المعلم فلان الفلاني، وده جزار وساكن في الحته الفلانيه في شارع عين شمس، وفعلا اصدر اذن بضبط وتفتيش. وراح باصص للمقدم اللي كان جايب الاولاد وعارضهم على النيابه، وقال له اطلع لك الاذن، قال له ايوه ماشي احنا ممكن نروح نجيبه، وراح مديله الاذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه فلان الفلاني الكائن في العقار رقم كذا بشارع عين شمس، وراحوا رايحين جايبينه، واتعرض على نيابة دمنهور وبدأ يفتح تحقيقات النيابة العامة. أول ما فتح يسأل المتهمين اللي اتقبض عليهم واعترفوا انه هو ده اللي كان الراجل ده هو صاحب المخدرات، وسأل الراجل ده قال ولا اعرف على الكلام ده حاجة، لما جابوا الراجل الجزار ده هو قال ولا اعرف على الكلام ده حاجة ولا اعرف الناس، والناس دي اصلا مش شغالة عندي، الناس ديت ده شغالين عند جار ليا انا، وجار ده بيحاربني والحاجات دي دسيسة ضدي انا. وقعد يقول هذا الكلام، وجات لنا القضية لاني انا هو بتاع عين شمس ده جالي الراجل المتهم الاولاني، وكانوا حاطينه متهم اولاني في القضيه وجنا. فكان هنا الدفع بتاعنا هو بطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور اذن النيابه العامه لصدور الاذن من غير مختص، لانك انت اصدرت اذن النيابه العامه هنا وانت من تقبض على واحد في عين شمس في القاهرة، وانت اصلا تبع مركز دمنهور، انت كان يجب عليك انك تفتح هنا التحقيقات، لانه لا يجوز ان تصدر اي اجراء من اجراءات التحقيق خارج نطاق اختصاص المكاني الا اذا كان هذا الاجراء مرتبط بتحقيق مفتوح قدامك، لكن انت لصغر سنك لم تفتح التحقيقات، ولذلك صدور الاذن بضبط وتفتيش هذا الرجل كان صدر اذنا باطلا وبطل كافة الاجراءات المترتبة عليها، وهي القبض والتفتيش بالنسبة للمتهم الاول. وللأسف الشديد قضي ببراءة المتهم الاول، والتلات متهمين الثاني والثالث والرابع 10 سنوات لكل منهم، اللي هم بيعتبروا على حسب الاوراق ان هم اصلا كانوا شغالين ولا كانوا ليهم دعوة بالكلام ده. هو أنا بتكلم على الأخطاء اللي بتصدر من بعض صغار السن، سواء من ضباط الشرطة أو من سي من وكلاء النيابة، لعدم القراءة وعدم البحث. اللي أدي الركن الثاني. الركن الثالث، يجب أن يثبت المحقق.
ساعة وتاريخ صدور الإذن ومدته لتحديد إنه تم القبض على المتهم خلال النطاق الزمني للإذن. هنا لابد إنه يثبت، وعشان كده أنا بقول في الإذن بيكتب فيه الآتي: نازل للسيد المقدم أو للسيد الرائد فلان الفلاني بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه لضبط ما يحوز من مواد مخدرة على أن ينفذ الإذن لمدة يوم، يومين، 24 ساعة، 48 ساعة، أسبوع، شهر، أي مدة بيحتاجها هذا الإجراء على أن ينفذ الإذن لمرة واحدة خلال مثلا إيه 3 أيام على أن يحرر محضر بالإجراءات. يبقى هنا لو الإذن صدر في 1/8/2020 ولمدة 3 أيام، يبقى هنا، وخلي بال حضراتكم برضو للزملاء الشباب أعزاء، الإذن هنا مدة الإذن بتنقضي بأحد أمرين: إما بتمام تنفيذه أو بانقضاء مدته. يعني هنا بانقضاء مدة الإذن، يعني لمدة 3 أيام وانقضى بدون ما يعمل ما ينفذ الإذن، بتنقضي الإذن. هنا ضابط المباحث إما إنه قبل ما ينقضي الإذن يقدم طلب للسيد وكيل النيابة بمد مدة الإذن، أو يسيبه ينقضي الإذن لغاية ما يرجع الراجل تاني في البيت. وليكن مثلا كان في إذن كان صادر في أحد القضايا عندي، والإذن كان صادر لضبط وتفتيش شخص ومسكن أحد تجار المخدرات، أو الضابط قال عليه إنه هو بيحوز كمية من المواد المخدرة في مسكنه، وصدر الإذن يوم 1/8/2020 على أن ينفذ الإذن لمدة 3 أيام، وخد الإذن وبعدين جاي يقوم ينفذه. فالمرشد قال له: لا ما تقومش يا باشا، لأن ابن الراجل ده هو حصل له حادثة وفي المستشفى، وهو قاعد مع ابنه في المستشفى والبيت ما فيهوش حد. فقال له: طيب لما يرجع البيت قول لي. فعدة يوم، هو لمدة 3 أيام تنفيذ الإذن، قعد اليوم الأولاني واليوم الثالث، واليوم الثالث راح متصل بالمرشد قال له: إيه؟ قال له: لا لسه في المستشفى ما جاش. فهنا قبل ما ينتهي الإذن قدام الضابط أحد أمرين: إما يقدم طلب للسيد وكيل النيابة مذكرة ويقول له إن أنت أصدرت لي إذن من الإذن بضبط وتفتيش الشخص ومسكن متحري عنه لمدة 3 أيام تبدأ من ساعة الساعة 12 يوم 1/8/2020، ونظر لظهور عقبة في التنفيذ وهي وجود المأذون بضبط وتفتيشه مع ابنه في المستشفى. لذلك أنا بلتمس من حضرتك مد الإذن لمدة مماثلة تبدأ من ساعة وتاريخ نهاية الإذن السابق، يديله 3 أيام تاني، وثلاث أيام بعد ما هيجوا يمروا والراجل ما يرجعش تاني، وكل شوية بقى هيفضل يمد الإذن، فيقول: إيه طيب أنا هسيب الإذن ينقضي، وأنا لما يرجع الراجل أبدأ إذن من جديد. لكن في حالة مد الإذن ما بيحتاجش إلا مذكرة بس، ويكتب فيها إنه إن أنا استصدرت إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن متحرر عنه، ومذكرة، والسيد وكيل النيابة بيطلع على الإذن السابق والتحريات اللي كانت جات له قبل كده وبيديله إذن تاني أو بيمدله الإذن. أما بالنسبة لتجديد الإذن لو سابه يسقط وأصدر إذن من النيابة العامة جديد، لابد من تحريات جدية، لأنه من شرطي الإصدار أن تكون هناك تحريات جدية سابقة على صدور الإذن، وأن تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن. يبقى لابد أن يقول عشان يجدده بقى، يقول أن التحريات السابقة لازالت قائمة ولازال بيحوز الكمية في منزله، وأنه لازالت المخدرات موجودة، ولذلك أنا بستصدر إذن من حضراتكم لمدة معينة لضبط وتفتيش شخص ومسكن متحرر عنه. ادي الفرق بين لما الإذن ينقضي أو الإذن بيمد. هنا حضراتكم
انا عايز اقول امر اخر مهم جدا، هو ايه؟ على ان ينفذ الاذن لمده لمره واحده، مره واحده. طب ليه ما يتنفذش مرتين ولا ثلاث مرات؟ حضراتكم هذا الاجابه على السؤال ده مرتبط بمقدمات الاذن. الاذن عشان يصدر لابد ان تسبقه تحريات جديه. الضابط يقول ان عندي تحريات جديه بتقول ان فلان الفلاني يتاجر في المواد المخدره وان يحوز كميه من المخدرات، طيب، وان في جريمه موجوده اللي هو حيازه المخدرات. طب انت هتنفذه مرتين ثلاثه ليه؟ ما انت هتاخد الاذن بايدك اليمين وتقبض على الراجل بايدك الشمال. يبقى لابد انه على ان ينفذ الاذن لمره واحده خلال ثلاث ايام او خلال يومين او خلال اسبوع. ليه؟ دي مرتبطه بمقدمات الاذن. حضراتكم اتمنى ان تكون الامور واصله لحضراتكم. هنا بالنسبه دفع ببطلان القبض والتفتيش لشيوع التهمه، وانا اتذكر كان في قضيه متهم فيها احد المتهمين، وكان انه متهم بحيازه مواد مخدره في بيته، وكان الضابط قال في المحضر بتاعه قال انه في الحجره اللي للداخل في المسكن، تاني حجره من على الشمال المتهم بيقيم فيها، وانا دخلت وفتشت وضبطت مخدرات في صحارة خشبية، لقيت فيها بلطو زيت اللون، وفي أحد جيوبه كيس بلاستيك فيه كمية من المواد المخدرة. وبيسألوا المتهم في تحقيقات النيابة، المتهم قال للسيد المحقق أنا مقيم، أنا ومراتي وولادي وإخواتي في البيت دهوت. قال له طيب والاوضه ديت مين اللي مقيم فيها؟ قال له والله انا مقيم فيها انا ومراتي واولادي وبرضه اخواتي، برضه ساعات بيبقوا عادي يعني احنا كناس شعبيين بيبقى عادي يعني ممكن يخشوا كده. قال له طيب الصحاره دي كانت حضرات، الصحاره دي كان فيها قفل؟ قال له لا ما كانش فيها قفل. فقال له يعني ممكن اي واحد يحط اي حاجه او حد ياخد؟ قال له اه. قال له حتى ولادي ملابسهم موجوده، وليا اخت برضه ساعات بتحط في الصحاره دي حاجات كده. هنا الدفع اللي كان للمتهم اللي احنا دفعنا ببطلان القبض والتفتيش للمتهم لشيوع الجريمه. وقلنا هنا الفيصل بيننا وبين الضابط ان وكيل النيابه قام وعمل معاينه للحجره دي، وفعلا وجد الصحاره الخشبيه ديت، ووجد ان هي ما فيش قفل. ان لو في قفل كان ده الفيصل بيننا وبين الضابط، انه هتبقى القفل له مفتاح والمفتاح مع المتهم، يبقى المتهم هو المتحكم الوحيد في فتح وقفل هذه الصحاره. ولكن معنى ان هي ما فيش قفل يبقى اذا اي حد ممكن، بنته متجوزه، وده اللي انا عرفته من كلامي مع مرات المتهم، بنته متجوزه وجوزها موجود معاهم برضو هناك في البيت، ممكن يكون هو اللي شايله، ممكن يكون حد من ولاده، وممكن احتمال حد من ولاده هو اللي حطها بدون علم ابوه. فانت جيت على مين؟ الراجل ده هو اللي خدته. وهنا يعني احتمال يبقى جزء بنتهم، واحتمال عيل من الاولاد، واحتمال حد من اخوات المتهم. والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال وتاكد الاصل العام في المتهم وهو البراءه. وهنا قضت المحكمه ببراءه المتهم من التهمه لشيوع الاتهام. بنتنقل برضه لحضراتكم لنقطه مهمه قوي، ودي بتتعرض على بعض زملائنا الشباب، اني هنا لا يشترط ضبط المادة المخدرة للحكم بالإدانة. ديت
كمبدأ عام. مش لابد انه يعني ممكن يصدر الحكم بالإدانة رغم عدم ضبط المادة المخدرة. ودي بتتوفر في امتى؟ لما بيتهم بيقبض على متهم بيشرب حشيش في كده وبيشربوا حشيش وفي جوزة وبتاع على ترعة، وبيجي يلاقوا عربية الشرطة جات يروحوا رامين الجوزة في قلب الترعة. طيب هما كانوا بيشربوا واتقبض عليهم، هل يتحكم بالإدانة؟ يتحكم بالإدانة. يتحكم بالإدانة لأن كانوا بتهمة إحراز مواد مخدرة. هنا حضراتكم بعض السادة الزملاء بيدفعوا ببراءة المتهم لعدم وجود أو عدم ضبط المادة المخدرة في الأوراق. قالوا لأن ده هم بيقولوا بقى لأن لابد إنه يبين القاضي في حكم الإدانة نوع المخدر، حشيش، أفيون، هيروين، لازم يحدده. وعشان يحدد نوعه مين اللي هيحدده؟ الخبير مصلحة الطب الشرعي. يبقى لازم يودي المادة لمصلحة الطب الشرعي، ومصلحة الطب الشرعي تقول أيوة دي مادة مخدرة، هي مادة المخدر الحشيش اللي هي مبينة بالبند رقم 57 من جدول المخدرات في الجدول الأول. لازم يقول كده. الكلام ده غير صحيح، وأنا بقول لزملاء الشباب الكلام ده غير صحيح، لأن ده دعنا أن أنت بتضع شرط حتى يقتنع القاضي بثبوت التهمة ضد المتهم. يعني أنت بتلغي اقتناع القاضي وبتقول له لو ما كانش فيه مخدر يبقى ما فيش إدانة. الكلام ده غير صحيح. ليه؟ لأني من حق القاضي أن يقضي بالإدانة وفق للمعتقد اللي اعتقده ووفق لما توصل إليه من اقتناعاته. هو عليه للقاضي أن يقتنع بأي دليل معروض في الدولة في الأوراق، بأي دليل بيقتنع به. حتى لو ومحكمة النقض قالت هذا الكلام، للقاضي أن يقتنع بأي دليل معروض عليه في الأوراق حتى لو كان هذا الاقتناع مخالف لما ثبت في الأوراق. يعني طالما أن القاضي اقتنع بشيء معين مش لازم، لأن أنت معنى تقول لا لو ما كانش فيه مخدر ما تحكمش بالإدانة، لا ده أنت كده أنت بتقيد القاضي وبتقول له اوعى تقتنع بأي حاجة غير بالدليل الإدانة اللي هو المادة المخدرة. وفي أحكام صدرت كثيرة حتى ولو لم يكن المخدر مضبوط. وأنا هقول لحضراتكم في حاجة تانية، اتعرضت علي قضية وكانت في أحد الهيئات، وكان في منافسة ما بين مدير ومدير آخر، والمدير الآخر ده هيتعين مدير عام، والأخ التاني اللي بينافسه عمل إيه؟ راح حاطط له قطعة أفيون بعد ما مشي الأولاني وساب مكتبه ومشي. التاني قعد متأخر لغاية بالليل وقال إن أنا عندي شغل، وراح داسس له في قطعة من الأفيون في مكتبه وبلغ عنه الشرطة. وجات الشرطة تاني يوم وقبضت على الراجل اللي كان ترك مكتبه وقبضت عليه. قالوا له ده مكتبك؟ قال له قال له طيب وراحوا مفتشين وطلعين الحشيش اللي آسف الأفيون وأحيل إلى المحكمة. هنا قبل ما يحيل إلى المحكمة أثناء تحقيقات النيابة العامة جات لنا القضية. وعشان كده دايما بقول لزملاء الشباب مش ان انت بيجيلك القضية وبتسيبها لغاية ما توصل للمحكمة وبعدين تبدأ تشتغل، لا احنا اشتغلنا وهي في تحقيقات النيابة العامة. وهنا احنا استدعينا بعض زملاء الراجل لان انا تيقنت ان الراجل ده بريء، لانه اولا يعني عرفت انه في منافسة بينه وبين واحد وفي ضغينة بينه وبينه،
والراجل ده حتى ما بيشربش السيجاره. فقالوا طيب مين اللي يقول لنا على الكلام ده؟ هو الفراش. وكان الفراش راجل من الناس الطيبين اللي هم بيبقوا بالفطره. فانا كلمته وقلت له في اليوم اللي هو مشي فيه الراجل ده قبل ما يتقبض عليه بيوم، هل في حد دخل في الاوضه؟ قال اه، الاستاذ فلان هو اللي دخل في الاوضه. طيب هل قعد؟ قال لا، هو قعد فعلا على الكرسي بتاع المكتب بتاع الاستاذ فلان. طب هل كان في ايده حاجه؟ قال اه، كان في ايده شنطه بلاستيك. طب وبعدين؟ قال لا، ما طلعش بيها. فهنا حضراتكم تم استدعاء هذا الرجل اللي هو كان داخل بشنطة البلاستيك ده، وقعد وقالوا له أنت دخلت؟ أنكر أنه دخل الأوضة، وبعدين اعترف أنه دخل. أنا افتكرت أنه دخل. وهنا وحضراتكم دخل هو الراجل ده في القضية متهم بتهمة الإحراز، إحراز المواد المخدرة، والنيابة أفرجت عن المتهم الأولاني. استندت المحكمة لإيه؟ قالت إنه أحرز المخدر، كان محرزا للمادة المخدرة قبل أن يدسها في المكان التي ضبطت فيه. يعني هنا يعني ما كانش هو ما تقبضش عليه محرز مواد مخدر ولا كان في حاجة، لكن المحكمة قالت إيه؟ قالت إن أصدرت الحكم عليه بإدانته لأنه كان محرزا للمادة المخدرة قبل أن يدسها في المكان التي تم ضبط المخدر فيه. وتم إخلاء سبيل المتهم الأولاني اللي هو الدس ليه المخدر. وهنا حضراتكم أنا عايز برضو الإحراز هنا شيء والحيازة شيء آخر. الحيازة هي السيطرة الفعلية على المخدر بقصد الملك والاختصاص. وهنا مش لازم أنا أكون المخدر في إيديا عشان أبقى حايز، لا، أنا ممكن أبقى حايز مخدرات والإحراز مع شخص آخر نائب عني. ودي كانت بتحصل مع تجار المخدرات الكبار في البطلية. كان المعلم الكبير ده ما يمسكش المخدرات خالص، لكن له صبيان موزع في بيوتهم فقراء، بيستغل فقرهم وقلة الوازع الديني، وكان بيوزع عليهم يعين عندهم المخدرات، وبعدين هو يقول لهم ايه، ودي المخدرات اللي عندك دي وديها لفلان الفلاني، ويقول للتاني بعد ما تخلص دي يقول للتاني قطع وبيع أجزاء صغيرة بتاع. يبقى السيطرة الفعلية له، يبقى هو حايز، واللي معاهم المخدرات دول محرزين. وأنا كنت اتعرضت عليا قضية وأنا رفضتها لأنه قلت لهم دي هياخدوا حكم. ست اتقبض عليها ومعاها مخدر، كان معاها قطع كيس ومعاها وفي كمية من قطع الحشيش المقطعة وجاهزة للبيع. ومن التحقيقات تيقنت وتأكدت النيابة العامة والمحقق إن جوزها هو اللي بيمتلك المخدرات دي، وإنها بس هي كان يقول لها إيه، ابعتيني 5 حتت، ابعتيني 6 حتت، ويبيعهم ويرجع تاني ياخدهم. فأنا قلت له لا، هي هتاخد حكم وهو هياخد حكم. قلت لهم ان لا، هي هتقدم الى المحاكمه وهتاخد حكم سجن وهو هياخد حكم سجن بصفته. وفعلا راحوا، وانا عرفت بعد كده ان هو قدم بتهمه حيازه المواد المخدره، وهي دخلت معاه متهمه بتهمه الاحراز، وصدر الحكم عليهم كل منهم ب3 سنوات سجن. أدي حضراتكم الفرق بين الحيازة وبين الإحراز. حضراتكم هنا شيء مهم قوي، المادة 2 من القانون 182 لسنة 1960
مادة 2 عددت التصرفات والأفعال اللي هي بصور التعامل في المواد المخدرة. يعني أنا شايف إن بعض زملائنا الشباب خصوصا ما عندهمش فكرة غير الاتجار والتعاطي، ويقول لا الجلب دي ما بناخدهاش ولا بنشوفها بتاع كده. لا، ده في حاجات كتيرة قوي في حضراتكم، الجلب والتصدير والإنتاج والتملك والحيازة والإحراز والبيع والشراء والتبادل والتنازل والوساطة، كل دي معاملات في المواد المخدرة. فطبعا لازم زملائنا الشباب يبقوا عارفين، لأن قد تتعرض لقضية يبقى فيها تبادل وتنازل ووساطة، أو تبادل ووساطة، أو تنازل وتبادل. ليه؟ لأن هنا التصرف في المخدر بمقابل نقدي بيبقى بيع. طيب لو اتصرف في المخدر وياخد بدله عربية، ما دي مبادلة، دي تبادل، دي كل الأمور دي. هنا أنا بتكلم، أنا ذكرت المادة 2 من قانون المخدرات 182/66. ليه؟ لأني حضراتكم المادة 33 و34 و35 من قانون المخدرات لما نصت ما جابتش سيرة لا على التبادل ولا على التنازل ولا على الوساطة. المادة 2 جابتهم، طب المادة 33 و34 و35 ما جابتهمش. بعض زملائنا لما اتعرض عليهم قضية فيها تبادل وتنازل راحوا دافعين بخروج الأفعال من نطاق التجريم طبقا لنص المادة 33 و34 و35، لأن ما ثبتوش في مواد التجريم ده. الكلام ده غير صحيح، وده بيتعارض مع قصد المشرع. قصد المشرع هو جرم كل الأفعال اللي هي كل التعامل في المواد المخدرة. طب ما في الزراعة، زراعة المخدر، في تغيير الهيئة بتاع المخدر، يعني جالوا بانجو هيقلبوا الحشيش وبيصنعوا، ده الانتاج. تقول لي ده أصلا مش موجود في قلب المادة 33 و34 و35، لا الكلام ده غير صحيح. جميع الأعمال والتصرفات اللي بتجري على المواد المخدرة المشرع حطها ضمن تصرفات المعاقب عليها طبقا لقانون المخدرات. النقطة الأخيرة بقى اللي أنا عاوز أقولها لزملائنا، الإعفاء من عقوبة الإتجار أو العقوبة المقررة للتعامل في المواد المخدرة. هنا المادة 48 من قانون المخدرات 182/66 قال لأن اللي بيبادر ويبلغ الجهات الرسمية عن الجريمة قبل علمها بها بيعفى من العقاب. طيب لو علمت بيها وراح واحد راح مبلغ السلطات وأدى هذا البلاغ إلى القبض على باقي المتهمين، يعني كانوا قابضين على واحد بس، فراح واحد مبلغ وقال لهم لا ده في واحد تاني أو اتنين تانيين مشتركين في العصابة دي وبيتاجروا برضه، وكان هذا البلاغ بيترتب عليه القبض على باقي المتهمين بيعفى من العقاب. وقالوا مش لازم ان يكون متهم، يعني مش لازم، ومش لازم ان يعترف على نفسه. طيب قالوا كمان مش لازم ان لما يتقبض على المتهمين الباقيين ان افرض القبض عليهم كان قبض باطل، قالوا برضه يعفى اللي بلغ عن المتهمين دول. انا اخيرا الاعفاء ده هو إعفاء شخصي، يعني
اللي بلغ بس هو اللي يعفى منه، لكن المتهمين اللي معاه ما يعفوش. طيب أمر آخر، إعفاء شخصي يعني مش واحد بس اللي يعفى، ممكن اتنين يبلغوا من المتهمين ويعفوا الاتنين. أمر آخر وهي آخر جزئية أنا بأضعها تحت نظر زملائي، أني من حق المحقق أنه يقرر الإعفاء، لأنه مش لازم أنه يترك المتهم لغاية ما يجي قدام المحكمة وتقضي ببراءته للإبلاغ. لا، من حق النيابة العامة ومن حق المحقق أنه يصدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية للإبلاغ عن الجريمة قبل علم السلطات بها، أو للإبلاغ عن الجريمة بعد علم السلطات بها، وترتب على هذا الإبلاغ القبض على باقي المتهمين. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون وفقني في توصيل المعلومة إلى زملائي الأعزاء. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.